السلام عليكم. لا تكاد محافظة أبين تهدأ من وقع المعارك التي تدور على رحاها بين الجيش وعناصر تنظيم القاعدة، التي يبدو أنها اكتسبت خبرة كبيرة في التخفي بأكثر لحظات المواجهة مع الجيش عنفا. طيلة السنوات الخمسة الماضية استفادت القاعدة من ارتخاء قبضة الدولة تارة عن عمد وتارة بسبب انشغال الدولة بالأحداث التي تعصف برأسها، وبات هذا التنظيم ورقة رابحة في يد أكثر من طرف. هذا اليوم الأحد حقق الجيش الوطني انتصارا جديدا في محافظة أبين إثر معركة أخرج خلالها عناصر تنظيم القاعدة من مدينة زنجبار عاصمة المحافظة ومن مدينة جعار أيضا ثاني أهم مدن المحافظة. وبهذا الانتصار يكون عناصر القاعدة قد أخرجوا للمرة الثالثة من هذه المدينة ومن غيرها من مدن أبين، لكن دون أن تتوفر ضمانات بشأن عدم عودة هذه العناصر المتشددة لفرض سيطرتها مجددا على مدن المحافظة. ويكاد حدث كهذا أن يمضي دون أن يحظى بالقدر الكافي من اهتمام وسائل الإعلام العالمية والرأي العام الداخلي الذي تتجاذبه أحداث عديدة وفي نفس القدر من الأهمية وربما أكثر. ولذا في هذه الحلقة من المساء اليمني سنحاول أن نجري قراءة لتاريخ من المواجهات بين الجيش وتنظيم القاعدة الإرهابي في محافظة أبين ومعارك الكر والفر التي لا تنتهي منذ نحو 5 أعوام. نبدأ النقاش ولكن بعد أن نشاهد هذا التقرير. بين كر وفر هو حال الحرب بين الجيش وعناصر أنصار الشريعة التابعة لتنظيم القاعدة في محافظة أبين. الأنباء الواردة من زنجبار عاصمة المحافظة تؤكد دخول الجيش إلى هذه المدينة وإلى مدينة جعار ثاني أهم المدن في أبين، دون أن ترد تفاصيل دقيقة حتى الآن عن المعركة وحجم الخسائر في صفوف الطرفين، لكن المعلومات تؤكد أن الجيش خاض معركة ليست بالطويلة مع عناصر التنظيم هذه المرة، بعد أن حشد أحدث المعدات وتلقى الدعم من قوات التحالف العربي المرابطة في عدن. وسط مخاوف من إمكانية أن يلحق هذا الانتصار بغيره من الانتصارات السابقة مع كل ارتدادات للتنظيمات الإرهابية على مدن المحافظة منذ عام 2010، ومحافظة أبين تشهد سلسلة من المعارك الشاملة بين الجيش وعناصر تنظيم القاعدة أو أنصار الشريعة الذي أسس إمارة هنا ومكث أكثر من عام قبل أن يتدخل الجيش ويخرج عناصر التنظيم المتشدد من المحافظة في صيف العام 2012. وبين تلك المعركة وأحدث معركة يخوضها الجيش ضد القاعدة في أبين، لم يكف هذا التنظيم عن مهاجمة مدن المحافظة والسيطرة عليها كما حدث العام المنصرم 2015، قبل أن ينسحب منها في مايو من نفس العام إثر وساطة قبلية. يأتي ذلك وسط تساؤل العديد من المراقبين على السر وراء هذا الحضور الذي لا ينقطع لتنظيم القاعدة الإرهابي في محافظة أبين، في ظل معلومات لم تعد تخفى على أحد بشأن التوظيف السياسي لهذا التنظيم وما يبدو أنه تناغم للمعارك التي يخوضها مع التوجهات والأجندات السياسية المعلنة منها والخفية لقوى الأمر الواقع التي تهيمن على البلاد في هذه المرحلة. إذا مشاهدينا الكرام، بداية أرحب بضيفي الذي سيكون معنا عبر الهاتف، الأستاذ سامي الحروبي الناطق الإعلامي للمقاومة الشعبية بلودر، معنا عبر الهاتف. مساء الخير سيد سامي. سيد سامي هل تسمعني؟ إذا إلى حين أن يجهز الاتصال مشاهدينا الكرام، اليوم بدأت في أبين عملية عسكرية واسعة تهدف إلى استعادة السيطرة على مدن محافظة أبين التي كانت تسيطر عليها أو على بعضها تنظيم القاعدة. هذه المعركة لم تكن هي الأولى في هذه المحافظة بالذات، كانت هناك معارك ممتدة منذ عام 2011، أي منذ ثورة الشباب وما صادفها من أحداث عسكرية في ذلك العام. بدأت هذه العمليات منذ عام 2011 كما قلنا بسيطرة القاعدة على أبين، ومن ثم في العام 2012 كانت هناك معركة للتحرير بقيادة سالم القطن. في مطلع ديسمبر من العام 2015 سيطر تنظيم القاعدة مجددا على محافظة أبين التي تعد من أحد أهم المحافظات في المنطقة الجنوبية على ساحل البحر العربي. في مايو من العام 2016 وبموجب وساطة قبلية بعد بدء عملية عسكرية للقوات الحكومية في 23 من أبريل الماضي، انسحب عناصر تنظيم القاعدة قبل أن يعودوا مجددا في 21 من شهر 6 الماضي، حيث سيطر على
جعار وزنجبار، ومن ثم في هذا اليوم بدأت العملية العسكرية التي قامت بها القوات الحكومية، القوات المسلحة الحكومية، وبالتعاون مع عناصر التحالف العربي أو بالتعاون مع التحالف العربي بشكل عام. ينضم إلينا في هذه الحلقة رئيس مركز شمسان للدراسات الدكتور عيدروس النقيب. مساء الخير دكتور. مساء النور والعافية. أهلا بك دكتور. هناك عمليات كثيرة حصلت في، أقصد عسكريا، حصلت في أبين، هناك معارك دارت، هناك سيطرة من قبل تنظيم القاعدة، ومن ثم خروج من قبل هذا التنظيم أو إخراجه من قبل القوات الحكومية المسلحة. ماذا بعد هذا التحرير اليوم؟ شكرا جزيلا لك أولا، وتحياتي لك وللمشاهدين الكرام ولقناة بلقيس. الحقيقة أن ما حصل اليوم وليلة البارحة في أبين هي بدأت العمليات. يعني يمكن للمرء أن يلخص مجموعة من القضايا. أولا لابد من التوجه بالتحية والإكبار والتقدير للأبطال الذين صنعوا مأثرة اليوم في أبين، واستطاعوا أن يدحروا فجول الإرهاب من محافظة أبين، الذين حولوا حياة أبناء أبين إلى جحيم، وتحرير مدينتي جعار وزنجبار وتلاهما مدينتين صغيرتين هما الحصن وباتيس. في يعني عصر هذا اليوم يمثل تأكيد صادق على أن النية عندما تصدق والقوة عندما تتحد في مواجهة أي مجموعة إرهابية مهما كانت قوتها فإنها كفيلة بصنعة الانتصار. وفي هذه المناسبة نوجه التحية لكل الذين شاركوا في هذه العملية من قوات مسلحة ورجال الأمن ورجال المقاومة ومن الأشقاء من قوى التحالف العربي. أبين سقطت 3 مرات بيد القاعدة، المرة الأولى في 2011 وجرى طردها مثل ما جرى اليوم مع فارق الهجمة الكبيرة والتضحيات الجسيمة التي تعرضت لها أبين. المرة الثالثة تسلل إليها الإرهابيون من جديد عندما نشأ الفراغ وغابت السلطة المحلية، وخرجوا قبل 2 شهر باتفاق بين المواطنين الأهالي والوجهاء الاجتماعيين وبين هذه المجامع على أن تنسحب من زنجبار وتدع السلام لأهلها، لكن السلطة المحلية استنكفت عن أن تعود لتمارس مهامها في أبين، ولذلك عاد الذين خلقوا الفراغ وعادوا وملأوا الفراغ الذي تركوه، وهذا كان أمر منطقي. عندما ينشأ فراغ معين لابد أن يجد من يملأه عندما لا تملأه السلطات الشرعية والرسمية المعترف بها. هذه المرة كانت العملية الخاطفة التي تمت اليوم في أبين لتؤكد أن هذه العناصر هي مجموعة من المتشردين ومجموعة من الإرهابيين الذين لا مبدأ لهم ولا عقيدة ولا قضية ولا هدف سوى ابتزاز المواطنين وتعكير صف حياتهم. طيب. أعتقد أن السؤال المهم اليوم هو ماذا على السلطة المحلية وماذا على القائمين على أبين بشكل عام أن يفعلوا بعدما جرى اليوم؟ أنا أعتقد أن على السلطة المحلية وعلى الوجهاء الاجتماعيين وعلى القوى السياسية وعلى الناشطين السياسيين الميدانيين جميعا أن يملأوا هذا الفراغ من خلال تشكيل هيئات وطنية محلية، مجلس أهلي، مجلس يعني هيئة إدارية للمحافظة، مراكز تأمين المحافظة، نقاط تفتيش، تثبيت الأمن، تثبيت الخدمات، إعادة الحياة الطبيعية إلى زنجبار. عندها سيمكن قطع الطريق مرة أخرى يعني نهائيا على القاعدة ومرادفاتها من العودة إلى أبين. أما إذا أعيد الفراغ الذي سيتركه انسحاب هؤلاء المجامع، وبالمناسبة هم لم ينسحبوا إلى خارج المحافظة، هم انسحبوا إلى جبال المراقشة وإلى جبال حسان وإلى نواحي يرامس، يعني ما زالوا في مديرية خنفر، المديرية التي عاصمتها جعار، لم يزالوا في هذه الجبال في هذه المناطق، وهو ما يتطلب أيضا مواجهة جادة معهم، أما عبر الطيران أو عبر المواجهة العسكرية المباشرة. وإلا فإنهم سيعودون. أعتقد أن أبناء أبين تعلموا درس أنهم لا يتركوا فراغ إلا ويملؤوه، لأن أي فراغ ينشأ يملأ الإرهابيون
والإرهابيون عندما يتمكنون لا يعني الفكاك منهم يكون مكلف الثمن. طيب هذه من الناحية المجتمعية الذي يعني يجب أن تستخلص هذه الدروس من خلال التجارب السابقة، لكن من ناحية السلطة الشرعية أو السلطة المحلية التي يفترض أن تملأ هذا الفراغ، هل تعتقد أن لديها توجها نحو إنهاء موضوع الإرهاب في هذه المناطق، أم أن الأمر مثل المرات يعني سيعود مثل ما حدث في المرات السابقة؟ أنا اليوم كتبت على صفحتي في الفيسبوك وموضوع تداوله كثير من النشطاء الاجتماعيين. نعم. قلنا لهم إنه إذا ما استرخيتم إلى السكينة وعدتم إلى الكراسي الوثيرة وتركتم أبيان فراغا فإن هؤلاء الإرهابيين سيعودون مرة أخرى، يعني شئتم أم أبيتم. مواجهة الإرهاب لا ينبغي أن يكتفى من خلالها فقط بهزيمتهم العسكرية، يجب أن يهزم الإرهابيون معنويا وماديا من خلال إعادة منشآت الدولة، من خلال إعادة تفعيل جهاز الدولة. نعم. والسؤال موجه للقائمين على السلطة المحلية في أبيان وعلى رأسها محافظ المحافظة ومدراء المديريات. عليكم مسؤولية تاريخية، مسؤولية أخلاقية، مسؤولية وطنية، مسؤولية إنسانية، أن تعودوا إلى مهماتكم التي عينتم بها والتي كلفتم بإنجازها، وتبدأوا التشمير على السواعد وتكفوا عن الاسترخاء والنوم في عدن. نعم. والشروع في إعادة الحياة الطبيعية وتنشيط الدورة الدموية في حياة أبناء أبيان. أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا دكتور عيدروس النقيب. ينضم إلينا السيد رياض منصور، صحفي ورئيس مركز الرياض الإعلامي في جعار. مساء الخير سيد رياض. مساء النور السعيد. أهلا بك سيد رياض، حدثنا أكثر عن تفاصيل عملية التحرير التي تمت، كثير من المتابعين يصفها بعملية نوعية، ما الذي جرى بالضبط؟ صحيح، الحملة التي قامت اليوم وحررت أبيان هي حملة نوعية وضخمة جدا، حيث شاركت فيها أكثر من 5000 مقاتل معززين بالطيران الأباتشي وطيران الميل. تحركت القوات مساء السبت من عدن باتجاه أبيان، حصلت معها بعض المعارك في منطقة جعولة ومنطقة جلجلة وخاصة المزارع على الواقع على تخوم محافظة أبيان، وعسكر الجيش على مدخل زندوار، وتحركت القوات اليوم صباح اليوم هذا واستعادت زندبار بكل سهولة، لم تكون هناك أي مقاومة تذكر. بعدها تحرك الجيش إلى جعار كبرى مدن محافظة أبيان، كذلك لم تكن هناك أي مقاومة ودخلت القوات بكل سهولة إلى المحافظة. طيب هل لديك يعني معلومات حول طبيعة القوات المشاركة على الأرض، من أي الألوية تكونت؟ القوات تكونت هي من اللواء الخامس ومعززة باللجان الشعبية التي كانت موجودة في أبيان، ثم خرجت عندما تخلت عنها السلطة وجاءت لها القاعدة وطردتها من أبيان. طيب بحسب المعلومات الواردة من هناك سيد رياض، هل هذه العملية مستمرة لتطهير، يعني كما فهمنا من الأخبار المنقولة من هناك أن عناصر التنظيم لم يخرجوا من المحافظة بشكل تام، ولكن لجوا إلى بعض المناطق الجبلية ربما، هل هذه العملية ستستمر إلى حين أن يخرجوا بشكل كامل من محافظة أبيان، أم أنها ستتوقف عند هذا الحد؟ صحيح، العناصر هذه خرجت إلى المناطق الجبلية والوديان والمزارع المحيطة بالمحافظة. طبعا العملية هذه إذا أرادوا أن يكون لها نجاح كبير عليهم أولا تغيير كامل للسلطة المحلية في المحافظة، بدءا من محافظ المحافظة إلى مدير إدارة. أعطيك مثلا محافظ محافظة أبيان، بعد أن دخلت القاعدة وطردت اللجان الشعبية، بعدها بيومين اجتمع بالمجلس التنفيذي في محافظة أبيان وصرح بلسانه أنه لا توجد في أبيان قاعدة، وقال لقد انتصرنا على الميليشيات المتمردة، أبيان ليس فيها قاعدة، أبيان ليس فيها داعش. هذا هو كلام محافظ محافظة أبيان، بعدها أبيان تسقط يد القاعدة. الآن المحافظ يعود على رأس هذه الحملة، الناس في أبيان
متذمرين بقدر ما كانوا فرحين بالحملة تذمروا لمجيء المحافظ محافظ أبين الذي يتهمونه بالفساد وكان سببا في تسليم أبين للقاعدة. طيب الجانب الآخر يجب توفير الخدمات العامة للمواطنين وعلى رأسها الكهرباء. يا أخي تصور أبين لها أكثر من سنة بدون كهرباء، أبين بدون ماء، أبين بدون خدمات تحتية، أبين بدون تعليم، القمامة منتشرة في كل مكان. يعني ماذا تتصور؟ إذا أردت لهذه الحملة أن تنجح عليك بالتعليم وعليك بالبنى التحتية. التعليم مهم جدا يا أخي، التعليم معنا طلاب يخرج من صف تاسع ابتدائي لا يعرف يقرأ ولا يكتب، بل لا يعرف حتى يكتب اسمه. بكل تأكيد، وأنت تتحدث أستاذ رياض عن أشياء يعني هي مستدامة وبحاجتها المحافظة منذ سنوات، ولا ربما هي الآن بحاجة يعني معونات طارئة يعني تواجه النقص الكبير الموجود في الخدمات في المدينة. لكن أرجو أن تتفضل بالبقاء معي سيد رياض. أعود إلى الدكتور عيدروس النقيب معنا عبر الهاتف. دكتور عيدروس، قلت في أحد كتاباتك أنه عندما أراد المخلوع معاقبة الرئيس هادي حينما اعترض على قصف ساحة التغيير بصنعاء، أوعز لكثير من العناصر من قوات المسلحة والأجهزة الأمنية الانسحاب من أبين. هل هذا يؤكد تكرارا ويثبت علاقة المخلوع بهذا التنظيم، وكذلك يعني علاقته التي تستمر كما يبدو في هذه الأيام، وكثير من المحللين يوعزون أن هناك تحركات خفية للقاعدة حينما يعني تضيق مصالح صالح في بعض الأماكن تتحرك القاعدة في أماكن أخرى؟ ليس لدي ذرة من الشك بأن الحوثيين وصالح من جهة والقاعدة ومرادفاتها من داعش إلى إنصار الشريعة، أن هذان الطرفان يشتغلان بنفس واحد وبأجندة واحدة ويكملان بعضهم البعض. المسألة لا تحتاج إلى كثير من الذكاء. انظر يا أخي، أن تنشط داعش والقاعدة وأنصار الشريعة، هل ينشطون في عمران أو في ذمار أو في صنعاء أو في صعدة؟ ليس لهم وجود، ولا يخربون ولا يدمرون ولا يقتلون ولا يستهدفون ولا يفجرون إلا في المناطق التي لا يوجد فيها الحوثيون. وبمعنى آخر، فإن أنصار القاعدة والشريعة وغيرهم يكملون ما عجز عن استكماله الحوثيون وصالح. الأنصار الشريعة تشتغل بتوجيه من علي عبد الله صالح، وعندي معلومات يقينية أن بعض الذين خلعوا بذاتهم العسكرية في 2011 أثناء الموضوع الذي تحدثت عنه عن عقاب الرئيس عبد الرب منصور هادي، انسحبوا من عسكراتهم والتحقوا بجماعة الشريعة. كل ما عملوه هو أنهم قصروا الثوب وربوا اللحية ولووا العمامة على رؤوسهم بدلا من البذلة العسكرية. صالح والحوثيين وداعش يشتغلون بنسق متكامل، يكملان بعضهم البعض حيث يغيب الأول يحضر الآخر. طيب، ما هي الارتباطات الاستراتيجية ما بين الإرهاب والانقلاب من خلال ملاحظتك لأداء هذين الطرفين خلال الأعوام التي مضت؟ الانقلاب هو إرهاب بشكل آخر، وما يفعله الحوثيون في المناطق التي يسيطرون عليها هو إرهاب مهذب، إرهاب تحت عباءة ما يسمونها هم الثورة، وإرهاب القاعدة هو الإرهاب المكشوف، وهذا من نوعان من الإرهاب ووجهان لعملة واحدة. لكن دعني أقول لك إنه أن أنصار الشريعة ينشطون أو القاعدة ينشطون بتوجيهات من مركز واحد، أنصار الشريعة والحوثيون ينشطون بتوجيهات من مركز واحد وهو صنعاء. الهدف من هذا العمل المنسق وغير المعلن هو إرباك المشهد وإرباك السلطة الشرعية والحيلولة دون تمكينها من بسط نفوذها على المناطق المحررة. ولعلك تلاحظ أنهم لا ينشطون إلا في المناطق التي نسميها محررة، والهدف من ذلك هو إعاقة حضور الدولة وإعاقة استكمال عملية التحرير وتثبيت أقدام السلطة المحلية والسلطة المركزية في المناطق المحررة. رئيس مركز شمسان للدراسات دكتور عيدروس النقيب، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. وننتقل أيها السادة المشاهدين إلى الأخ أو الأستاذ سامي الحروبي الناطق الإعلامي للمقاومة الشعبية في لودر. مساء الخير سيد سامي.
مساء النور أخي العزيز، نتوجه بالشكر لكم وإلى قناتكم وإلى مشاهدينا الكرام. نعم سيد سامي، إذا ما تحدثنا على أن هناك عملية لتحرير محافظة أبين، إلى الآن هناك مدن خارج يعني خرجت من سيطرة تنظيم القاعدة وبدأت قوات الجيش ودخلتها قوات الجيش، هل ستستمر هذه العملية الأمنية لملاحقة عناصر التنظيم في المناطق التي يتمركزون بها الآن؟ أولا أخي نتوجه للشكر إلى أخواننا في الوطن وفي ساحات المعارك الذين سطروا أروع الملاحم البطولية. اليوم وفي الساعات الأولى تم السيطرة لمدة ساعات بسيطة، تم السيطرة على 6 مدن من محافظة أبين وهي زنجبار وقعار والمخزن والكود والمتسمير في غضون ما يقارب نصف يوم. نحن من هنا نبارك هذا الانتصار ونهني أخواننا في محافظة أبين ونتوجه بالشكر إلى فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي الذي أشرف شخصيا على هذه العملية، ونتوجه بالشكر إلى اللواء عيدروس الزبيدي ومدير أمن عدن اللواء شلال علي شايع، كما أتوجه بالشكر خاص جدا إلى القائد المقاومة في أبين عبد اللطيف السيد والذي أبى أن لا يدخل أبين إلا مرفوع الرأس. بالنسبة لسؤالك أخي العزيز، هذه العناصر الإرهابية لا زالت في خلايا نائمة موجودة داخل محافظة أبين، فنحن نطالب السلطة والحكومة ببسط كافة النفوذ على هذه المحافظة بكافة مديرياتها انطلاقا من زنجبار وانتهاء بمديرية لودر، ومداهمة كل أوكارهم ومخازن أسلحتهم وإنهائهم عن بكرتهم من هذه المحافظة. محافظة أبين عانت الويلات من هذه العناصر الإرهابية التي عاثت في الأرض فسادا في محافظة أبين، لأن هذه العناصر الإرهابية لها ارتباط وثيق بالمخلوع علي عبد الله الصالح، حيث قام المخلوع علي عبد الله الصالح بتجنيد المئات من أنصار الشريعة من عام 94 إلى يومنا هذا لزعزعة الأمن والأمان في الجنوب، من أجل أن تقول الناس ويقول الجنوبيين سلام الله على عفاش، ولكن هيهات هيهات نحن لهم بالمرصاد. نعم. المقاومة الجنوبية سوف تترصد لهم أينما لقيتهم. نحن نطالب الأجهزة الأمنية بالتمدد إلى كافة المحافظات وليس الاقتصار على محافظة أبين، وبالتالي سوف يتم نسفهم من هذه المحافظة وإعادة البسمة والأمل إلى محافظة أبين كما كان بإذن الله. أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا سيد سامي. أعود إلى الأستاذ رياض منصور الصحفي ورئيس مركز الرياض الإعلامي في جعار. سيد رياض، هل من المتوقع أن تشهد المحافظة بشكل عام هجمات ارتدادية من قبل تنظيم القاعدة في الأيام القادمة؟ هذا شيء متوقع أستاذ العزيز، أن تعمل القاعدة أو غيرها على عمليات انتحارية أو تفجيرات. السبب أقول لك أقولها من على منبر قناة بلقيس، السلطة المحلية في المحافظة غير جادة على محاربتها. أعطيك مثلا بعد تحرير المحافظة من ميليشيات الحوثة والمخلوع علي صالح، انسحبت جميع القوات من محافظة أبين وتركت المحافظة بدون أي حماية وبدون أي قوة عسكرية وأمنية. السلطة المحلية في المحافظة لا تهتم بوضع المحافظة، السلطة المحلية ساكنة جالسة في عدن، المحافظ في عدن وكل المسؤولين في عدن لا يدرون ما يحدث داخل محافظة أبين. أنا أقول إذا لم يتم تقييد السلطة المحلية بسلطة محلية عندها النية على التجديد وعلى محاربة مثل هذه الأمور، فإنها ستعود مرة أخرى ولن تفيد أي قوات عسكرية. أستاذي، هذا الإرهاب هو فكر، والفكر يحارب بالفكر ليس بالعسكرية. إذن الصحفي ورئيس مركز الرياض الإعلامي في جعار السيد رياض منصور، شكرا جزيلا لك. أعود إلى السيد سامي الحروبي. سيد سامي،
هناك كما سمعنا هذه المطالبات بعودة السلطة المحلية بشكل فعال أكبر إلى أبيان، وهناك معاناة كبيرة للناس هناك. ما الذي يتسبب في عدم عودة السلطة المحلية إلى الآن، خاصة وأن هناك كانت عملية تحرير سابقة ومن ثم كان هناك فراغ استغلته القاعدة للعودة إلى أبيان ومن ثم الآن تم إخراجها من هناك؟ أخي العزيز، عودة السلطة المحلية إلى أبيان وتفعيل كافة المراكز الشرطوية والأمن بات ضرورة حتمية لمنع محافظة أبيان من الانزلاق مجددا إلى أيادي الغدر والخيانة التي نجح الكثيرون بسببها. فمحافظة أبيان لا تحتمل ما لا يطيقونه أبنائها من إقصاء ومن تهجير ومن تهميش. نحن طالبنا سابقا الحكومة الشرعية بإيجاد سلطة محلية داخل المحافظة وتفعيل كل المرافق الأمنية وإيجاد معسكرات مؤهلة وكوادر ذات كفاءة لمحاربة الإرهاب في هذه المحافظة، ولكن تم تهميش. طلبنا من قبل السلطات العليا، لا ندري لماذا، ولكن بما أن محافظة أبيان تحررت من رجس الإرهاب لن تكون أبيان إلا كما عهدناها في السابق سباقة للخير والعطاء. ونريد من فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي أن يهتم في تشكيل قيادة صادقة تهتم في مسؤولية عملها وتؤدي واجبها وتوفر الخدمات الأساسية للمحافظة من كهرباء ومياه وصحة وتعليم. أبيان هي خاطرة الجنوب، يجب أن تهتم فيها الحكومة وتثبت وجودها. إن استقرار الوضع في الجنوب لن يأتي إلا عن طريق استقرار أمن وأمان محافظة أبيان، لأنها هي الخير والعطاء لكافة الوطن. نعم. طيب إذا ما تحدثنا سيد سامي عن والعسكري في المحافظة، نعم، إذا ما تحدثنا عن طبيعة القوات المشاركة من التحالف العربي في هذه العملية، كيف كانت أو ما هي حجم مشاركة التحالف العربي في عمليات التحرير؟ طبعا نشكر قيادة التحالف العربي الذين كان لهم يعني الدور الكبير في تحرير محافظة أبيان، ممثلة بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة التي قامت بالدعم الكافي وإرسال المدرعات والطائرات والقيام بالإحداثيات لهذه المواقع الإرهابية. القوة كانت عبارة عن 3 ألوية من الحزام الأمني، قوة مدججة بالمدرعات والأسلحة المتوسطة والثقيلة بما فيها يعني كوادر متخصصة في مباغتة الإرهابيين أين ما وجدوا، فاستطاعوا في أقل من نصف اليوم السيطرة على تقريبا ما يقارب النصف من محافظة أبيان، زي ما نقول ما يقارب النصف. لم تبقى إلا عدة مديريات سوف يتم السعي لها في الأيام القادمة وتحريرها من هذه العناصر الإرهابية. طيب سيد سامي، هذه القوات التي شاركت في عمليات التحرير، هل كان يتم إعدادها خلال الفترة الماضية أم أنها قوات من يعني كانت ستشارك أو شاركت في عمليات تحرير محافظات أخرى؟ هذه القوات في النصف منها قام المتخصصون بإعدادها وتدريبها التدريب الكافي في محافظة عدن على ما يقارب شهرين، مدققة ب يعني جميع أبناء الجنوب من كل المحافظات، وتم إرسال القوة في الصباح الباكر إلى المحافظة وتم تحريرها مثلما قلنا سابقا. فنشكر كل الأبطال الأشاوس الذين دافعوا ولا زالوا يصولون ويقولون في ميادين المعركة حتى تطهير محافظة أبيان بإذن الله. طيب سيد سامي، يعني هو من الملاحظ أنه كانت هناك الكثير من معارك الكر والفر مع تنظيم القاعدة في هذه المنطقة، وهناك من يتخوف من نشوء فراغ فيما إذا تم إهمال محافظة أبيان خلال الفترة القادمة، يسبب هذا الفراغ عودة عناصر تنظيم القاعدة. برأيك هل تتوقع أن هذا الفراغ سينشأ أم أن هناك توجه
من قبل الحكومة والسلطة الشرعية لملء الفراغ في أبين وإعادة الاستقرار بشكل نهائي لهذه المحافظة؟ طبعا يا عزيزي، هناك توجه من الحكومة الشرعية ممثلة بفخامة الرئيس علي عبد الربه منصور هادي بالتوجه الصحيح والسليم، ونأمل أن تبقى هذه القوات، لأن هذه القوات في حالة مغادرتها من محافظة أبين سيتم يعني حدوث فراغ كبير جدا جدا، وتتعاود هذه الخلايا النائمة الاجتماع من مجددا في محافظة أبين وإنشاء مقرات ومخازن لها، وسيتم السيطرة على محافظة أبين مجددا إذا ما حصل الثبات على هذا الموقف وعلى هذا الحزم في تطهير أبين من هذه العناصر الإرهابية. الرئيس عبد الرب منصور هادي وجه بتطهير أبين كاملة بكل مديرياتها، فنأمل من الجهات ذات الاختصاص على الأرض تطبيق هذا القرار ودحر هؤلاء شلة الإرهاب من جميع مديريات محافظة أبين حتى لا يتسنى لها إنشاء جيوش ومهاجمة قوى الأمن مجددا. نأمل من الحكومة الشرعية بإرسال كوادر ذات اختصاص إلى مديرية لودر. مديرية لودر طبعا كما تعلمون لا يوجد فيها ألوية عسكرية ولا يوجد مدرعات، ولا ليس لديهم إلا أسلحة شخصية يدافعون على أنفسهم بها، رغم أن الخطر قائم من ميليشيات الحوثي وصالح على أعالي جبل سلة، لكن نأمل من الحكومة الشرعية بإرسال لواء متكامل لمديرية لودر لحفظ الأمن والأمان هناك. مديرية لودر تعتبر سياج أمني لمحافظة أبين، وإذا ما تمت السيطرة على مديرية لودر فكأن هذه المعركة وكأن هذه الشهداء لم تكن. نعم، طيب حدثنا أكثر سيد سامي عن دور المجتمع في التصدي للإرهاب في محافظة أبين، كذلك المقاومة الشعبية هناك. طبعا المقاومة الشعبية مكونة من اللجان الشعبية، اللجان الشعبية كان لها دور فاعل جدا جدا في مديريات أبين بما فيها مديرية لودر ومودية والمحفد، كانت هذه اللجان الشعبية تسيطر على الوضع وتضبط العناصر الإرهابية، إلى حين تم اغتيال قائد المقاومة الشعبية محمد عيدروس رحمة الله عليه، تشتتت اللجان الشعبية ولم تلاقي الدعم الكافي من الحكومة الشرعية واندثرت وكأنها لم تكن، لكن نحن ندعو جميع أخواننا في لودر وفي مودية وفي المحفل وفي مكيرات بتشكيل مجلس عسكري وتشكيل لجان شعبية جديدة وانتخاب قائد ذو كفاءة من أجل الدفاع عن الأمن والأمان هناك. هذا ما إذا تم إرسال لواء من الحكومة الشرعية لحفظ الأمن والأمان هناك. نحن نتمنى من الحكومة الشرعية من تلبية مطالبنا وإرسال اللواء الذي كنا نطالب فيه على مدار السنة التي فاتت، كنا نطالب بتفعيل المراكز الشرطوية والأمنية في محافظة أبين ككل وليس في مديرية لودر، ولكن مديرية لودر كما تعلمون الخطر يحدق بها من جميع الاتجاهات، أنصار الشريعة عينهم عليها، وأيضا من فوق الجبل يعانون من خطر الحوثي هناك. نحن نتمنى من الحكومة الشرعية من تلبية هذا المطلب وإعادة تفعيل المراكز الشرطوية ودعمنا بلواء عسكري متكامل، كما نطالب الحكومة الشرعية بصرف مرتبات المقاومة التي لم تستلم إلى غاية اليوم على مدار سنة ولا راتب يعني حتى حافز من الدولة
يعينهم على الحياة الصعبة هناك، لأنهم يعانوا حياة مادية صعبة جدا جدا أخي العزيز. طيب بسؤال أخير سيد سامي، هل مناطق أو مديريات محافظة أبين تتساوى في ناحية نقص الخدمات فيها، أم أن هناك بعض المناطق التي يعني توجد فيها خدمات أفضل من مناطق أخرى؟ أخي العزيز، محافظة أبين ككل عانت التهميش منذ مطلع 2011 ولم تحظى بالاهتمام من الدولة أو الحكومة الشرعية. ظلت هذه المحافظة تعاني الويلات من انقطاع كهرباء، من عدم توفر الخدمات الضرورية كصحة كمياه كأبسط الحقوق المادية للمواطن البسيط هناك. كل المديريات في محافظة أبين تعاني من نفس المشكلة ولم يتم الالتفات لها من الحكومة الشرعية. نحن طالبنا وكتبنا ولكن الحكومة لم تنصت لكلامنا. نحن نتمنى من على منبركم هذا أن تتقبل الحكومة هذا النقد، لأنه محافظة أبين عانت الويلات على مدى سنة أو على مدى الثلاث سنوات القادمة. نتمنى من الحكومة الشرعية من إعادة الحياة لهذه المدينة، حيث تعتبر مديري يعني محافظة أبين سياج أمني لمحافظة عدن. إذا لم تحرر أبين ويتم إنشاء كافة المراكز الصحية وإعادة الكهرباء إلى ما كانت عليه والمياه، فأعتقد أن عدن سوف تكون متأثرة بما يحصل في أبين. ناطق الإعلامي للمقاومة الشعبية في لودر السيد سامي الحروبي كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. بهذا مشاهدينا الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة، شكرا لحسن المتابعة والإنصات. في ختامها تقبلوا تحياتي أنا وجيه سمان وتحية طاقم العمل الفني وكذلك التحريري. لحين الملتقى، دمتم والوطن بألف خير. إلى اللقاء.